قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد تشريد الفلسطينيين من مدنهم وقراهم في مختلف الأراضي المحتلة بالضفة الغربية. وخلال جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، أضاف الصفدي أن جيش الاحتلال يواصل حصار المرافق الطبية في قطاع غزة ويمنع وصول إمدادات المساعدات الإنسانية والإغاثية. إسرائيل وبشكل ممنهج تعمل على تأبيد احتلالها للأراضي الفلسطينية وتنتقص من حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ونحن ويجب بالتالي عدم الاعتراف بالحقائق التي تفرضها على الأرض، إذ أن المستوطنات غير شرعية وغير قانونية وفق القانون الدولي وتبقى أراضي فلسطينية محتلة، حيث إسرائيل تعمل على زيادة عدد المستوطنات المستوطنين بشكل كبير بعد توقيع اتفاقية أوسلو، ليصل عدد المستوطنين ليزداد نسبة المستوطنين بنسبة أكثر من 150%، كما أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس قتل المواطنين الفلسطينيين، وذلك في اختراق للالتزامات الدولية لحماية المواطنين تحت الاحتلال وعدم إحداث أي تغييرات سكانية أو جغرافية.